السلام عليكم أعزائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. وصفة اليوم إن شاء الله غادي تكون عبارة على وجبة سريعة التحضير للعشاء في المقلاة بدون فرن، وجبة صحية ومغذية وكتجي رائعة المذاق. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فبالنسبة للمقادير، غادي نحتاج نصف كيلو أو 4 حبات كبيرة من البطاطا، قشرتهم وقطعتهم مربعات صغيرة كيف كتلاحظوا، وسلقتهم في الماء مع شوية ديال الملح. سلقتهم مدة 5 دقائق لا أكثر، ما نخليهمش حتى كيفوت فيهم الطياب بزاف. كنحتاج 150 غرام من فروماج حمر أو جبنة الشيدر المبشورة، 4 بيضات يكونوا كبار، إلا كانوا صغار نستعملوا 5 بيضات، علبة من التونة أو الطون، أنا مستعملها بالصلصة الحارة، يمكن لكم كذلك استعمال التونة اللي كتكون بالزيت. وعندي صلصة الطماطم اللي سبق وحضرتها لكم في فيديو سابق، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، كتجي رائعة المذاق مع هذه الوجبة هذه. ويمكن لكم كذلك استعمال صلصة الطماطم اللي كتباع جاهزة. وبالنسبة للتوابل، عندي 1/4 ملعقة صغيرة من السودانية أو الشطة، وهي اختيارية بالنسبة لي، ضرورية تكون في هذه الوجبة كتعطي مذاق رائع. وكنحتاج القليل أو 1/4 ملعقة صغيرة من البزار أو الفلفل الأسود، والملح كيبقى على حسب الذوق. وكنحتاج 1 ملعقة كبيرة من الزيت النباتية. ندوزو دابا لطريقة التحضير. غادي نبداو بسم الله في طريقة التحضير. خديت إناء وفقست فيه 4 بيضات، ثم كنضيف ليهم العلبة ديال الطون أو التونة بالصلصة الحارة، يمكن لكم كذلك كيف ذكرت استعمال التونة اللي كتكون بالزيت. ثم كنضيف التوابل اللي هي البزار والسودانية والملح، وغادي نحرك مزيان. وكنهرس القطع ديال التونة او الطون، كنهرسهم باش ما كيبقاوش قطع كبيرة وكيرجعوا قطع صغيرة. كنخلط مزيان حتى كينسجموا مع بعض، ثم كنضيف البطاطا اللي سلقتها في الماء والملح. كنحرك مزيان وكندوزو للطياب. خديت مقلاة ودرتها على النار، نار تكون متوسطة، كندير فيها 1 ملعقة كبيرة من الزيت. كنحرك المقلاة باش كيتوزع الزيت على كامل المقلاة، ومن الأحسن المقلاة تكون غير لاصقة. كنوزع الزيت مزيان على المقلاة، ثم كنجيب البطاطا والطون والبيض اللي خلطتهم مع بعض وكنديرهم كيطيبوا. كنوزعهم مزيان باش ما تجينيش جهة عامرة بالبطاطا وجهة عامرة بالبيض. كنقادها مزيان، ثم كنجيب قفالة ديال شي طنجرة أو طبسيل، وغادي نغطي على هاد الاومليط ونخليه حتى كيطيب على خاطرو. وهنا بعد مرور 5 دقائق كيف كتلاحظوا البيض طاب وقبط راسو مزيان. دابا كنجيب صلصة الطماطم، غادي نحتاج تقريبا 2 ملعقة كبيرتين، غادي نوزعهم على كامل الاومليط من الفوق. كنوزع صلصة الطماطم على هاد الشكل هذا، ثم كنجيب فروماج حمر محكوك وكنوزعو على كامل الاومليط. كنوزع الفرماج على هذا الشكل هذا، وكنعاود نغطيه ونخلي الفرماج حتى كيذوب تماما. وهنا بعد ما ذاب الفرماج كيف كتلاحظوا، صافي اصبحت الوجبه جاهزه. غادي ناخذ طبسيل ديال التقديم وغادي نهزها بهذه الطريقه هذه كيف كتلاحظوا. كناخذ سباتول كندخلها في الجنب، وكناخذ طبسيل رقيق وكندخلو من التحت وكنهزها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الوجبه اللي حضرنا نهار اليوم. وجبه سهله وسريعه في المقلات، كتجي رائعه المذاق وصحيه. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. الى عجبكم فيديو ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم الجديد. الى اللقاء.